السلام عليكم، معكم السيد النرصيدي. غادرت بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم الأحد المطار الدولي الرباط صالة في اتجاه جنيف السويسرية، حيث سيخوض أسود الأطلس تجمعا إعداديا مغلقا استعدادا لمشاركتهم في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا ما بين 14 يونيو و 15 يوليو المقبلين. ودشنت العناصر المغربية الخميس بالرباط برنامج آخر استعداد سهل للنهائيات، حيث أجرى 3 حصص تدريبية قبل التوجه إلى كرانس مونتانا بسويسرا لمواصلة البرنامج الإعداد الذي تتخلله ما بين 13 يونيو الجاري و 9 يونيو المقبل 3 مباريات ودية ضد كل من أوكرانيا وسلوفاكيا وإستونيا. بعد وصول بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم إلى سويسرا مساء يوم الأحد في رحلة امتدت لساعتين ونصف من الزمن، باشر المنتخب المغربي خوض أولى تداربه صباح يوم الاثنين بمعسكر جنيف من خلال تمارين خفيفة في صالة الألعاب الرياضية بهدف تقوية العضلات. الناخب الوطني المغربي هيرفيرنر برمج حصة تدريبية مغلقة بملعب كرانس مونتانا ابتداء من الساعة 3 عصرا بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن تخصص لرفع منسوب اللياقة البدنية والجاهزية لأسود الأطلس الذين تنتظرهم مباريات حارقة خلال نهائيات كأس العالم بروسيا، لحساب المجموعة الثانية التي وصفها العديد من المتتبعين بمجموعة الموت بوجود إسبانيا والبرتغال وإيران علاوة على المغرب. على ذكر البرتغال وإيران، فالفريق الأسيوي انهزم في أولى مبارياته الإعدادية أمام المنتخب التركي بهدفين لواحد. أعلم أنها فقط مباراة ودية، لكن لاحظت ضعف الضغط العالي لدى الإيرانيين وسهولة اختراقه بهجمات مرتدة، وهنا سنحتاج مهاجم سريع. ومثل ما قال صديق القناة سيمون، كان على رونار استدعاء أزارو بإمكانه تسجيل هدف أو اثنين، لا يوجد لاعب أسرع من أزارو بالمرتدات في المغرب. أما البرتغال فقد تعادلت إيجابيا بهدفين أمام تونس، ومن يقول لقد غاب رونالدو، فتونس عندها أيضا لاعبين لم يكونوا موجودين مثل الخرزي والمساكني بن عمر، وفي الدفاع بن يوسف. أعتقد ضد المغرب كل شيء ممكن، نستطيع خطف الفوز ضد البرتغاليين. وكما قال أشرف بن عياد، كل يوم أتأكد أن المنتخب المغربي قادر على إيقاف البرتغال التي تعادلت مع تونس وكادت أن تخسر أمام مصر، لدي ثقة كبيرة في الأسود حتى في وجود كريستيانو رونالدو. هل تشاركني الرأي؟ هل عند المنتخب المغربي أمل خلال مواجهته رونالدو والبرتغال؟ ما هي توقعاتك لنتيجة المغرب ضد إيران؟ إذا عجبك الفيديو بغيتك تشارك هنا. شكرا على المتابعة.